دوك عسى ومرحبا بكم دوك، باش نكملوا مع البسودو اليمنت، باش نكملوا مع البيفور والافتر والكونتنت، باش نفهموهم بالكدا مع بعضنا وكيفاش نرسموا دي زيليمون مع بعضنا وكل شيء. دونك قدامنا هذوما دي ديف، وراك حنا شوي بالسي اس اس وبالفلوت ليفت وكل شيء، دونك حاجه عاديه بالنسبه لنا احنا استانسنا بها. دونك هاكم تشوفوا معناها حاجه غيان دو سبيسيال، دونك لي زيليمون رايحين امورهم واضحه. دونك نحن باش نجيو بعد الديف هذه ونعملوا اون هكا اون بار هكا تكون ملونه مزيانه وتزين ليليمون تاعنا. اوكي، اش معناها اون بار؟ معناها افتر وبيفور. دونك خليكم معنا بعد الانترو ان شاء الله باش نفهموا كيفاش نعملوا هذا الكل. دونك كيما قلنا باش نعملو اون بار هكا، نمشيو ل HTML تاعنا لل CSS وال HTML هوا. دونك قدامكم ال HTML، كلاس بارنت في وسطها ديف هذيك اللي فيها او اوكي، وفي وسطها اون تشايلد اخرى كلاس 1 اللي فيها الباراجراف. اوكي نبداو. دونك شنو باش نعملو؟ باش نعملو هذيك البار اللي قلنا عليها اللي من هنا. دونك باش نعملو بار هكا من هنا ملونه مزيان. كيفاش نعملوها؟ نعملوها بالبسودو اليمنت اللي هي معناها ما تشدناش برشا وتكلف علينا برشا وقت. اوكي تربحنا في برشا وقت بلوتو. اوكي دونك شنو نعمل انا توا؟ نمشي للكلاس 1 هذيك باراجراف. اوكي ديفا هذيك فيها باراجراف، نعطيها اون بوزيشن ريلاتيف. اوكي خاطر هي بارون. اوكي وباش نحط في وسطها، دونك باش نرسم في وسطها اون بار هذيك اللي تكون انفون. دونك نمشي نعمل الكلاس 1 هذيك ونقول له افتر. اوكي افتر بعد ليليمون، بعد ليليمون انا باش نرسم البار، بعد ليليمون باش نرسم البار نتاعي. اوكي مش قبل، بعد ليليمون افتر. اوكي دونك نقولها افتر، نحل لاكروشي ونقولها بوزيشن اول حاجه ساعه ابسولوت. اوكي باش نبقاو متفاهمين. دونك بعد البوزيشن ابسولوت نقول لويز نقولو 10 بيكسل سافا، نقول الهايت 100%، هايت 100%. شنو باش ياخذ هايت 100%؟ ما هو تشايلد باش ياخذ الديف، حد الديف هكا هو مش باش ياخذ باجيت كاملة. اوكي الهايت 100% ونقولو الباك جراوند كالر مثلا جرين باغ اكزومبل. اوكي وشنو اخر؟ دونك وهو باش نجيبوه من الشيرة هذي، دونك باش نجيبوه من الشيرة مش هكا، باش يجي من الشيرة هذي. دونك نعطيه رايت زيرو، رايت زيرو دونك يمشي للرايت ديريكت يقفل هنا، ونزيد نعطيه التوب زيرو باش يجيني مستوي بالكدا بالكدا. دونك قولوا له رايت زيرو اوكي والتوب زيرو، توب زيرو. اوكي دونك ايجا نعملو كنترول اس ونمشيو نشوفو خدمتنا. دونك ما ظهرتش خدمتنا، علاش ما ظهرتش خدمتنا؟ دونك تلقانا عملنا حاجة، اي نسينا حاجة اللي هي كي نعملو البيفور والافتر لازمنا نحطو لابروبريتي كونتنت. اوكي هذا الكل ما يتطبق كان في ان كونتينيو. يقول لك ان كونتينيو لازمك تحط لي كونتنت، يعني كونتنت وتعطيها فالور فيرا. اوكي باش يرسم، هو باش يرسم هذا البوزيسيون ويذ ويعمل هيت وباك جراوند وكل شيء ويهز ويخرج لك شكل هكا كيما تحبه انت، لازمو ان كونتينيو يحطه في وسطه. دونك تحط له كونتنت وتعطيه لا فالور فيد، تعمل انريجستري كنترول اس وتمشي الباج نتاعنا، نعمل ريفريش فوالا جي الكونتنت، امورنا واضحه. دونك كان نجيو لهنا ونعملو انسبكت لهنا، دونك نجيو لهنا فوالا كيما تشوفوا هاك الكونتنت وكل شيء. دونك رايت خلينا نعطيوها دونك نعطيوها ان فالور نيجاتيف باش تخرج هكا،
تخرج هكا سافا دونك ونزيدو نعطيوها ويز شوية برشا لي 10 بيكسل نعطيوها 5 بيكسل دونك وهذه نعطيوها هكا فوالا تصور بيه نتصور سافا على الاخر هكاك اوكي دونك عطيناها رسمنا كي اون بار وجات حلوه مزيانه برشا برشا دونك مريك تفهمنا فيها هذيا وعلاش كونتنت وعلاش افتر خاطرها بعد الليمون كل شيء دونك هذوما سوسون دي بسودو اليمنت نرسموهم نحنا كاين رسمناهم بستيلو اوكي باش نرسمو زاده حاجه اخرين به يجي لهنا الكليون ولا الماكيت ولا اللي هو يجي لهنا يقولك خويا هنا راني نقولك نحب فليش اوكي حب فليش اورينتي كيما تحب انت وكل شيء دونك باش نرسم فليش كيفاش نرسم فليش كيف دونك افتر مش افتر بيفور ليليمون باش نحط ان كونتينيو نرسم بيه فليش كيفاش نرسم بيه فليش نشوفو كيفاش دونك شفنا 1 افتر باش نشوفو كلاس 1 دو بوين بيفور اوكي بيفور ونزيدو نشوفو لا كلاس نتاعنا دونك نحطو له قلنا الكونتنت اوكي نحطو له الكونتنت كونتينيو نتاعو الوغ فوالا ومن بعد نحطو له ويز نعطيوها 20 بيكسل صغيره دونك باش نرسموها باش نعطيو زاد الهايت 20 بيكسل 20 بيكسل فوالا بعد نعطيوها background color background color نعطيوها red اوكي وشنو اخر ودونك والposition position متاحة اللي خاطرها child كما تفهمنا الposition نعطيوها absolute اوكي دونك نعمل control s ونمشيو نورمال مو باش يطلعنا كارول هنا دونك نعملو هكا فوالا طلعنا الكارو هذيك به شنو نعمل يا سيدي الكارو هذيك باش نلزو لهنا نعطيه ليفت ومن بعد نعطيه توب اوكي دونك ليفت هو 20 بيكسل هذي 20 بيكسل نعطيه ليفت دونك نعطيه ليفت ليفت موان 10 اوكي ليفت موان 10 موان 10 خاطر بشي واخر العكس بشي يمشي ليفت ديجا هو اوكي موان 10 بيكسل فوالا موان 10 بيكسل مشي هكا دونك باش نجيبو في الوسط نوسطو دونك نقول له يبدا من هنا باش يبدا من 50 بيكسل اوكي يبدا من 50% من نص الديف هذا يبدا الكارو دونك نقول له توب 50% توب 50% اوكي 50% هاكا الكارو باش يبدا من الوسط فوالا باش يبدا من الوسط وبما انه هو المارجين الفوقانيه 20 بيكسل دونك معناها باش نطلعوا انا شويه كي باش تولي المارجين توب ناخذها موان 10 بيكسل اوكي نقولوا احنا نعطيوها مارجين توب مارجين توب موان 10 بيكسل فوالا ريفريش هاوكا جينا الكارو نتاعنا في الوسط امورنا واضحه مريقلين امورنا مريقله وكل شيء دونك تو باش نرسمو السهم باش نرسمو السهم ايجا نعملو مع بعضنا نعطيوه بوردر ويز نعطيوه ان بوردر ويز اوكي نزيدو نعطيوه بوردر ويز 10 بيكسل بار اكزومبل اوكي ونعطيوها بوردر ستايل اوكي قسمتها بوردر ستايل تو البوردر ويذ بوردر بوردر ستايل تو تشوفوا علاش نعطيوها بوردر ستايل سوليد اوكي ونعطيوها انا حاجتي بالبوردر كولر باش نعطيوها 4 كولور دونك نعطيوها ريد اوكي ما غير ريد نعطيوها بلو يلو green نعطيوها black اوكي black اوكي دونك نمشي نعمل كنترول اس ونمشي شوفها كيفاش دونك هاكم تشوف بلو green yellow كذا black وكل شيء امورنا واضحه وجونا به دونك هي توا ماهيش سهل
مازال ما وصلناش السهم. قول لي شكون يحكي على سهم؟ تو مازال ما وصلناش السهم. تو كان ناخذوا هذي سبيكتي لي مو وباش نمشيو. دونك هاكم تشوفوا باش ناخذوا مثلا الويذ نتاعنا. وين الويذ نتاعنا؟ دونك الويذ هذي باش نردوها زيرو. فوالا ردينا الويذ زيرو. والهايت باش نردوها زيرو. فوالا. واللي تشوفوا في سهم تاعو اسهم مش سهم. اوكي دونك خليني نبدل اليلو بال بار اكزومبل بالريد. اوكي بالريد فوالا اليلو تبدل بالريد. اوكي شنو ناقصنا تاو؟ ناقصنا الالوان هذوما يتنحاو باش يبقانا السهم الريد. اوكي دونك نهز هذا الكل كوبي كولي. دونك راكم تشوفوا كوبي نهزو. بون ما هزيتش لا فالور كونتانت معاه ونعمل كولي. اوكي دونك نعمل كنترول اس ونجي اليلو هذا الفلاش اللي حاجتي بيه نقولو بار اكزومبل ريد. اوكي نعمل ريد نعمل هكا يطلع الفلاش ريد هذاك. دونك باش نفسخ الفلاشات الاخرين شنو نعمل؟ دونك نفسخ الفلاشات الاخرين نجي نحطهم ترانسبارون. هما نحطهم ترانسبارون. اوكي دونك نجي للكولور هذا نقولو ترانسبيرنت. دونك ترانسبيرنت. اوكي دونك ترانسبيرنت ترى نمشي شوف ثبت هاكم تشوفوا الباك جراوند كولر من غير اي ما نعملو له باك جراوند كولر. اوكي نعملو هكا فسخوها. دونك نزيدو نثبتو على رواحنا. دونك هاكم تشوفوا بقالي كان الفلاش نوار. دونك نمشي للبلاك نقولو ترانسبيرنت. اوكي دونك نعمل هكا نعمل ريفريش. دونك شنو بقالنا؟ بقالنا كان باش نجيبو الفلاش هذايا هكا. دونك بقات الليفت اللي هي موان ديس توا ردوها بار اكزومبل ردوها موان فان. نمشيو نشوفو فوالا موان فان. اوكي مريكل عملنا الشكل نتاعنا امورنا واضحة. دونك عملنا البار هذي عملنا البار هذي وذيك وكل شيء عملنا فرد كلاس وهذوما الكل عملنا فرد كلاس. دونك شفنا مع بعضنا البسودو اليمنت شنو نجمو نعملو بهم وتعمقنا فيها برشا. دونك كان فهمتوش حاجة هكا ولا هكا ارجعوا للفيديو عاودوا عاودوا تفهموا. دونك وان شاء الله في فيديوهات اخرين على بروشين.